انا ما فهمتش بيهم على برج الجوزاء. ساعه يقتلوا محليهم، يقتلوا مبنهم، يقتلوا يفتقوا يقتلوا. علاش التوانسه ما لازمهمش يكبوا سعد الابراج اكثر من هكا؟ مره جاني مساج على الفيسبوك قال لي احمد نحسك برج الاسد، يسر مضروب في روحك، يسر عاملهم، يسر هكا ترش بيك. سامحني، هو انا شو جاوبت؟ هو اللي عنده الجمال والزين والعين هذا الكل وما يتضربش في روحه. علاش توينسا؟ موضوعنا اليوم الابراج. الابراج عند التوينسا حاجه امبليفابل على الاخر. التوينسا خذوا علم الفلك تونسوه، ردوهم تونسا هكا، زادوا شويه هريسه شويه برغل. هو المرض بالابراج انواع ودرجات. فما اللي يقوم اول ما يقوم الصباح يقرا برجه ويبني نهاره على اللي قراه. فما اللي يكتبوا له باغ اكزومبل الدخول في علاقه رومانسيه جديده وهي تلقاه معرسه وعندها صغير وحبله. النوع الثاني هما العباد اللي عديوك على السكانير اول دقيقه، من اول دقيقه يشوفك جدي اسد عذراء جوزاء. انت دلو مش هكا؟ يا قدك حسيس وجنتي، اكيد سرطان، اكيد سرطان. محليك ومصعبك ما تكون كان عقرب هك لابس عليك. سامحني، كيفاش تنجم تبكي وتضحك فرد وقت؟ لا 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 يا مان، ما تقوليش اللي انت جوزاء. لا بسم الله الرحمن الرحيم، اهرب اهرب قطع قطع جوزاء. انا ما فهمتش بيهم على برج الجوزاء. ساعه يقتلوا محليهم، يقتلوا مبنهم، يقتلوا يفتقوا يقتلوا. علاش التوينسا؟ فما نوع اخر هو اللي قبله عبد يكون نفس البرج هو والليكس متاعهم. يا لهوي يا فضحتي يا خروحشي، حاجه اللطف، حاجه امبليفابل. عادي انك تتهين وتتسب ويمكن تتضرب على خاطر انت جوست غلطتك الوحيده برجك هو نفس البرج مع الاكس، معناتها عادي جدا. فما كان اللي يسالك قبل ما يدخل معك في بروجي، يدخل معك في افنتور، انت شنو برجك؟ انت مائي؟ لا انا ما عنديش مع البحر والجو والحوت، لا من فضلك خليك، انا ترابي، حب التراب، انا نار، انت ماء، ابعدني، قيني، اختاني. وتولي العلاقة مبنية على صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. فما كان لي اكيد قبلتوه الانسان هذا، كان يعمل روحه فاهم عالم الفلك، فاهم علم الفلك، وهو عالم بيده ومخه ومركب هيلو اللي هو سيبان مرشح يوصف لك برجك في كلمتين وانت تصدق البهيم. سامحوني في الكلمة، يقول لك في بالك اللي انت ناس طيبة برشا وتعطي ثقة للعبيد وانت تصدق، وكأننا نحن منش كلنا ناس طيبين، انتم ناس طيبين ولا انا منش ناس طيبين؟ انا ناس طيبة انت. يقول لك انت كل ما تدخل في علاقة ما تكملش، وشكون ريتو يكمل يا ولدي؟ يقول لك زيدا انت من النوع اللي تحب الفلوس، جيب لي عبد ما يحبش الفلوس. انا نسف فلوس، انا نحب فلوس، انا هك. علاش التوانسه؟ وهذا الكل في كفه وليله راس العام كفه اخرى تبدي. وعاد بعد ما قسيت وقدتو كل واحد كلي طريف والكل تستني قدام البرنامج هكا، فميسي ما يتعدى برجك. ووقت اللي يتعدى برجك فجاه انت تترش، مع انت ما عادش تسمع. ما فهمتش علاش، علاش ما عادش نسمعك وقت اللي يتعدى برجك؟ علاش ما نسمع؟ علاش ما نسمعش؟ علاش العباد الكل تحب تحكي وقت اللي يتعدى برجي؟ انتوما تكرهوني والله تكرهوني. يقول لك راهو عطارد جايك، كوكب زحل متعدي فوق بيتك، كوكب زهره، زهرة ولا زهرة؟ فضحتونا قدام العبيد عليه هكا، وانتي سبهلة ليه في الحديقة بي؟ ماكش فيها بحد شيء، المهم مصدق ومتحمس وعاتي هكا ومأمن اللي عامك باش يتعدى لاباس ودنيا، وهو نفس العام المسود الملود اللي باش يرجع تعيشه كل عام. نومي حاجة انبليفابل. اكتبولي في اللي كومنتير شنو برجكم؟ طلعتوا انا برجي شنو؟ وإذا كان أنتم عشتوا حاجة من الحاجات اللي قلناهم نحنا، قولوا لي علاش توينسا ما لازمهمش يكبوا سعد الأبراج أكثر من هكا؟ يزينا وفاق.